بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه المسألة أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها مجتمعة: إيمان بالله وبرسوله وبكتابه، والإيمان بالله وبرسوله وبكتابه وب نعم ملائكته وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، فلا بد من ذلك. والقدر الإيمان بأن الله قدر الأشياء بعلمه قبل أن يخلقها، فما من شيء إلا وقد قدر الله خلقه ووجوده وجميع ما يلزم له قبل أن يقع. ومن لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا بالله عز وجل، لا بد من هذا. فالإيمان هو الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، وبالإيمان بالله وبرسوله وبكتابه وبملائكته، والإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا القدر لا يعلمه إلا الله، ولهذا قال: هو سر الله، سر الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لكن يجب الإيمان به، وأنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا وقد قدره الله. خلق كل شيء فقدره تقديرا، فليس ما يقع في هذه الخليقة ليس إلا عن قدر سابق. قدر الله أنه سيقع، وقدر متى يقع، وقدر كيف يكون وقوعه، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا قال: سر الله، سر، السر هو الذي لا يعلم بكل أحد، سر الله في خلقه، خلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا معنى قوله سر الله في خلقه، أنه لم يطلع عليه ملك مقرب من الله جل وعلا ولا نبي مرسل من بني آدم، لم يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. التعمق في القدر وطلب تفاصيله وطلب
هذا لا يمكن، وهو ذريعة الخذلان، فالذي يحاول ذلك مخذول، لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى ما يريد، لأنه يريد شيئا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. وسلم التعمق في ذلك، التعمق في القدر وتفاصيله، ما أمرنا الله بذلك، وإنما أمرنا بالإيمان به، الإيمان بالقضاء والقدر، ولا نتعمق أكثر من ذلك، ولن نتوصل إلى نتيجة، لأن هذا سر الله في خلقه. نعم. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم. نعم. فالذين يحاولون النظر في القدر وتعمقون، هؤلاء مخذولون، لأنهم لن يتوصلوا إلى ما يطلبون. نعم. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. نعم. كل هذه تجتمع في هذه المسألة، وهي طلب التعمق في القدر وإدراك أسرار القدر ومجرياته، هذا ذريعة الخذلان، لأنه لن يتوصل إلى ما يريد. نعم. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. يقول فالحذر كل الحذر، الحذر يحذر، الحذر كل الحذر في أن تحاول أن تبحث في القدر زائدا عما جاء في الكتاب والسنة. عليك أن تؤمن بالقدر، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله بقدر، قدر قدره قبل وجوده. يكفي أن تؤمن بهذا، لا تتعمق مثل ما تعمق أهل الضلال وباءوا بالخسران وانقلبوا بالحرمان ولم يصلوا إلى ما يريدون، وليس لهم فيه مصلحة، ليس لهم فيه مصلحة، لأن هذا سر الله في خلقه. نعم. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. طوى سر القدر عن أنامه، يعني عن خلقه، فلماذا تحاول؟ آمن بالقضاء والقدر، وأن ما في شيء يحصل في هذا الكون إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى، ولا تتعمق أكثر من ذلك، لأنك لن تصل إلى ما تريد، لأن هذا شيء حجبه الله عن خلقه واستأثر بعلمه. نعم. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال عن نفسه سبحانه لا يسأل، لا يسأل الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله لا يسأل عما يفعل، وأما الخلق فإنهم يسألون عما يفعلون. نعم. كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. من حاول أن يتوصل إلى سر القدر
فقد حاول محالا، لأن الله حجب ذلك عن خلقه، والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون كلهم لم يبحثوا في هذا، إنما آمنوا بالقضاء والقدر واعتبروه ركنا من أركان الإيمان الستة، ولا يبحثون عن شيء وراء ذلك، بل يكلون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. نعم. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره. يكفي هذا أن تعلم هذا وتؤمن به وتتوقف عنده، ولا تتدخل في أمور القضاء والقدر لن تصل إلى نتيجة، لأنه سر الله سر، والسر ما يمكن الوصول إليه. نعم. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما خلقه الله عبثا، وإنما بقدر، قدره الله، قدر أنه سيكون، فلا تبحث عما وراء ذلك، آمن به، وأنت الموكول إليك العمل، أن تعمل، ما أنت تتفحص في أمور لا تدركها، هذا من الخذلان. نعم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يكفي أن تؤمن بهذا، لأن الله خالق كل شيء، لا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى، وأنه قدره قبل أن يخلقه، قدره قبل أن يخلقه، فلا تبحث عن أكثر من هذا. نعم. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. الإرادة على نوعين: إرادة يحبها الله جل وعلا ويرضاها، وهي الإرادة الشرعية، وإرادة لا يحبها الله ولا يرضاها، وهي الإرادة الكونية، فإن الله أراد كفر الكافر وإيمان المؤمن وطاعة المطيع وعصيان العاصي، والله خلقكم وما تعملون. نعم. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا. الإرادة الكونية لا ليس من لازمها المحبة من الله جل وعلا، فهو يريد ما لا يحبه، يريد ما لا يحبه من كفر الكافر، ويريد ما يحبه وهو إيمان المؤمن. يكفي أن تعتقد هذا وأن تعتبره كما جاء في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولا تخرج عن هذا. نعم. فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا، وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا
لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى. إيه نعم، فالله ما أراد الكفر من الكافر، ولكن الكافر هو الذي أراد الكفر من نفسه، فهذا فيه أنه يجري في هذا الكون شيء لم يرده الله جل وعلا ولم يسبق له به علم، تعالى الله عما يقولون. نعم. فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. تعالى الله عما يقولون. وهكذا من تعمق وتعدى الحدود في ما حد له يقع في شر مما فر منه، يقع في شر مما فر منه. حسبك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، كله من الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى يعني وقعت مشيئة العبد ولم تقع مشيئة الله جل وعلا، هل بعد هذا الضلال ضلال؟ نعم. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن في الخزرج تصطك ألياتهن مشركات. وهذا أول نعم. كأني بنساء بني فهم نعم يطوفن بالخزرج تصطك بالخزرج يعني صنم، يطوفن بالصنم نعم تصطك ألياتهن مشركات نعم. وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. نعم. قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم. وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، فقال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. نعم. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد المعتزلي، عمرو بن عبيد المعتزلي نعم،
ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. أي نعم، خصمه الأعرابي على الفطرة. نعم. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. إن كان الهدى شيء يملكه الله، يملكه الله، الله يملك الهدى ويملك الإضلال سبحانه وتعالى، فإذا كان الله يملك الهدى فإنك تسأل الله الهداية، ولا تقول إن كان مقدر لي أن يهتدي اهتديت ولا حاجة إلى الدعاء، هذا ضلال. بل ادعو الله، الدعاء سبب من الأسباب النافعة، فلا تعطل الدعاء، وهو عبادة لله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله جل وعلا أعطى العباد مقدرة ومشيئة ومعرفة يعرفون بها الخير من الشر والهدى من الضلال، فهم عليهم أن يفعلوا الأسباب، يفعلوا الأسباب النافعة ويتجنبوا الأسباب الضارة، والله جل وعلا يريد منهم ذلك ويشرع لهم ذلك، ولا يتعمقون في أمور القدر. ما يمكن أنك تحيط بأسرار القدر ولا أن تتوصل إلى نتيجة، حسبك أن تؤمن بالقدر ولا تتدخل في التفاصيل. نعم. فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم، فالكفار تمتلئ بهم النار والمؤمنون تمتلئ بهم الجنة. نعم، هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى، خلق الجنة وخلق لها أهلا وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا وبعمل أهل النار يعملون. نعم. وقال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، قادر على ذلك، ولكنه أعطاهم الاختيار، أعطاهم الاختيار والتصرف، حرية التصرف وحرية الاختيار، وأمد من أراد الخير بالخير وأمد من أراد الشر بالشر عقوبة له، وأمد من شاء الخير بالخير جزاء له على نيته وإرادته. نعم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم، أثبت للعباد مشيئة أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى.
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وليست خارجة عن مشيئة الله. نعم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، في قراءة حرجا، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لأن الذي يرتفع إلى السماء وإلى الجو يقل عنده الأكسجين فيحصل ضيق عليه، الضيق في صدره وفي تنفسه إن لم يكن معه استعداد ما يعني يجمع له هذا الذي ينشرح به صدره ويخرج به نفسه على السنن المطلوب. ولذلك في الطائرات معهم هذه الأشياء، معهم شيء يتنفسون به، ويعني كل ما يرتفع الإنسان في الجو يضيق صدره، يبعد عن الأرض عن الجاذبية وعن يضيق صدره كأنما يصعد في السماء. نعم. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. فليس كل ما يشاءه الله يحبه ويريده، بل الكفر والشرك والضلال لا أراده الله لكنه لا يحبه، ولكن قدره للابتلاء والامتحان، وليكون للعبد اختيار يفعل ما هو مجبر العبد. مذهب الجبرية يقولون لا، العبد مثل الريشة في الهواء ومثل ما له اختيار، ولا هذا الجبرية من أضل الناس، بل العبد له مشيئة وله اختيار، والله له مشيئة وله اختيار، ولكن مشيئة العبد واختياره بعد مشيئة الله واختياره، وهو سبحانه أعلم بالمهتدين، يعلم بالمهتدين وأعلم بالذين لا يقبلون الهدى. نعم. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت: عندهم من لازم الإرادة والمشيئة المحبة، وليس هذا بصحيح، ليس من لازم المشيئة والإرادة المحبة. الله يريد شيئا ولا يحبه ابتلاء وامتحانا. نعم. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. تعالى الله عن ذلك. وهل يكون في خلقه شيء لا يريده، ويقع في الكون شيء لا يريده الله؟ تعالى الله عن ذلك. نعم. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد. لا يحب الفساد، لكنه قدره وشاءه لحكمة إلهية، ابتلاء وامتحان. نعم. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى لعباده الكفر، ومع هذا يكفر كثير منهم، يكفر كثير منهم. نعم. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر، وقال تعالى عقيب ما نهى عنه،
من الشرك والظلم والفواحش والكبر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، يعني يكون هم الإنسان الكلام الكثير، قالوا كذا وقالوا كذا، راح وجاء خبر كذا راح كذا، ما أنت ملزوم تفتح على نفسك هذه الأمور، خذ ما ينفعك ودع ما يضرك. نعم. واشتغل بذكر الله وطاعته، ولا تشتغل بالقيل والقال. قيل وقال. نعم. والثاني وكثرة السؤال. وكثرة السؤال، كثرة السؤال، سؤال الناس أموالهم أو سؤال أهل العلم، كثرة المسائل، اسأل عما تحتاج إليه، ولا تجيب فرضيات وتسأل عنها، اسأل عما تحتاج إليه فقط في أمور دينك ودنياك. نعم. وإضاعة المال. وإضاعة المال، لأن يتهاون في حفظ ماله، وبعضهم يقول الحافظ الله. نعم الحافظ الله، ولكن حفظ الله له سبب، تعمل السبب والله جل وعلا يدبر ما يشاء، فأن تعمل ما بجانبك، وأما مسألة القضاء والقدر فهذا إلى الله جل وعلا. نعم. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الله جل وعلا يحب أن يؤخذ برخصه الشرعية، يعني الرخص الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، مثل رخصة الإفطار في السفر والمرض، ومثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في السفر أو في المرض، هذه يحبها الله جل وعلا، لأن فيها تيسيرا على العباد ورفعا للمشقة عنهم، أو يحب أن يعمل برخصه التي شرعها لعباده ووسع بها عليهم، كما يكره أن تؤتى معصيته سبحانه وتعالى. والمراد الرخص الشرعية، ليست أقوال أهل العلم يقول الخلاف رحمة، الخلاف ما هو رحمة، الخلاف ليس رحمة، الرحمة في الاجتماع والاتفاق، وأما الخلاف فليس رحمة بل هو عذاب. نعم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. نعم، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك، يعني ألوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك. نعم. وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، وبك يا الله منك. نعم. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط. نعم. وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. نعم. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك،
فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. نعم. فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية؟ وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فكيف بمن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أن تظهر للعباد قدرة الرب سبحانه وتعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذا الذات التي هي أخبث الذوات وشرها اللي هو إبليس، نعم، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل عليه السلام، التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير. فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته سبحانه في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه سبحانه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ومنها
ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها. ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور أسمائه المتضمنة لحلمه سبحانه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. يظهر اسمه الغفار والتواب، ولو كان الناس كلهم صالحين ما ظهر اسمه التواب والغفار ونحو ذلك. نعم. ومنها ظهور أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه وأعلم بمن لا يصلح لذلك، فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. نعم. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه وتعالى، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه. وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل: فإن كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تبارك وتعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن، فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض
فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا. فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده؟ قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم، فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة،
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيمومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية. فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود
صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا القضاء له وجهان: أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره، التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر،
قال: فكأنما تفقأ في وجهي حب الرمان من الغضب. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قف عند هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن المقادير تتم في كل سنة في ليلة القدر في شهر رمضان؟ نعم، يعني القدر قدر عام وقدر حولي وقدر يومي، كل يوم هو في شأن، تفاصيل للقضاء المكتوب في اللوح المحفوظ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ لا فرق بينهما، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أوروبا يقول: بعض الكفار عندنا يحتجون بوجود المصائب على إنكار وجود الله، يقولون: لو كان يوجد إله ما حصلت هذه المصائب، فكيف أرد على هؤلاء؟ إيش؟ يقول من أوروبا، يقول: بعض الكفار يحتجون بوجود المصائب على إنكار وجود الله، يقولون: لو كان يوجد إله ما حصلت هذه المصائب، فكيف أرد على هؤلاء؟ ترد عليهم بأن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو خلق الخير وخلق الشر، خلق المؤمن خلق الكافر، من أجل أن تظهر حكمته سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته ورحمته، ويظهر أيضا غضبه وعقابه وانتقامه. لولا هذه الأمور، لولا وجود هذه الأمور، ما حصلت هذه الأسماء والصفات، يعني آثار الأسماء والصفات في هذا الكون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الدعاء يغير في القدر؟ لا يغير في القدر، ولكنه يدفع القدر، يدفع القدر إذا أراد الله سبحانه وتعالى، لأن القدر منه شيء على سبب، إذا وجد السبب وجد المقدر، وإذا لم يوجد السبب لم يوجد المقدر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الملائكة: فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الآية، هل الملائكة سألوا الله سبحانه لما خلق آدم؟ وهل يعارض هذا قوله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ يسألون عن حكمة الله جل وعلا، الملائكة لا يعترضون على الله، وإنما يسألون عن حكمة الله. أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم من آدم ما لا تعلمه الملائكة، فآدم عليه السلام وجوده وخلقه حكمة إلهية، وما من جاء بعده من ذريته من المؤمنين ومن الأنبياء والمرسلين ومن الصالحين، هذا خير عظيم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم هذا الدعاء: اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك؟ إيه نعم، لأن لو عاملهم بعدله لا حصل عليهم الضرر العظيم، ولكنهم بحاجة إلى عفو الله جل وعلا، هم بحاجة إلى عفو الله. وأما العدل فإنه
يحصل منه أضرار عليهم، ولكن الله بعفوه ورحمته ومغفرته صرف ذلك عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الأثر: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة ومنها كثرة السؤال، هل يدخل في هذا سؤال الناس عن أحوالهم التي لا تخص السائل؟ كل السؤال الذي لا قائل تحته ولا فائدة منه يدخل في هذا. السؤال الذي له فائدة وله نتيجة وثمرة طيب، أما سؤال الفضول هذا لا فائدة فيه. نعم. وكذلك سؤال الأكثر من سؤال أهل العلم من غير حاجة هذا أيضا غير مرغوب فيه، إنما تسأل عما تحتاج إليه أو يحتاج إليه الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل يقصد بأهل الذكر العلماء فقط أو الصناع وكلا حسب اختصاصه؟ العلماء، فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم العلماء، الصناع والحرفيون ليسوا من أهل الذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قول بعضهم إذا حصل شيء إن الله هو المتسبب في كذا وكذا، هل هذه العبارة صحيحة؟ لا، أنت لوم نفسك، لوم نفسك، وما في شك ما يحصل إلا شيء إلا بقضاء الله وقدره، لكن الله جل وعلا قد يقضي شيئا يقع موقع العقاب على ما حصل، أو يقع موقع الثواب على ما حصل. الله حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم. إنما التقصير والتفريط والجهل من قبلنا نحن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قول الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يقول: هل المقبور لا يسمع الدعاء ولا يسمع السلام؟ يسمع ما أسمعه الله، ما أسمعه الله من تسليم المسلم عليه والدعاء له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكنه بذاته لا يسمع، لولا أن الله أسمعه هو ما يسمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التوسل إلى الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو أمر شرعي؟ نعم، هذا طيب، التوسل إلى الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من مات وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فهل يكون مخلدا في النار؟ اللي دون الشرك لا يخلد في النار، يعذب فيها وقد يطول تعذيبه، لكن لا يخلد فيها إلا أهل الشرك وأهل الكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، الذي يعمل بالتقوى لأجل هذه الأمور حتى تتيسر أموره وحتى يرزق إلى غير ذلك، هل هذا أمر مشروع؟ ما يقتصر على هذا، يفعل هذه الأمور على أنه عبادة لله وعلى أنه تترتب عليه مصالحه للأمرين، أنه عبادة وأنه تحصل به مصالح للعبد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ابتلي أهل زوجتي بشيء من الأهواء والبدع، فاشترطت عليها لأجل هذا ألا تتصل بهم بالهاتف إلا وأنا حاضر، خشية أن يكلموها بما يضرها في دينها
من تلك الأهواء، فهل شرطي هذا صحيح شرعي؟ نعم، هذا محافظة عليها ومصالحها، هذا من صالحها هي قبل أن يكون من صالحك، من صالحها هي لأجل حفظها عما يضرها وعن إفسادها عليك وعلى نفسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المزاح بألفاظ فيها كفر أو فسق؟ لا يجوز المزاح بألفاظ الكفر والفسق، المزاح الذي ليس فيه ضرر وإنما فيه انشراح للنفس، يعني وأيضا فيه امتاع للحاضرين، لكن ما يترتب عليه ضرر ديني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القراءة في كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القراءة في التوراة والإنجيل من أجل الثقافة ما حكمها؟ نعم، القراءة في التوراة والإنجيل من أجل الثقافة ما حكمها؟ يا أخي، الله أغنانا عن التوراة والإنجيل ونسخها بكتاب عندنا وهو القرآن العظيم الذي فيه سعادتنا وصلاحنا وفلاحنا، فليكن إقبالنا على القرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر بن الخطاب أوراقا من التوراة فغضب عليه وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها نقية؟ والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز، سائل من خارج هذه البلاد يقول، نعم، سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل تجوز الصلاة خلف من ينتسب إلى مذهب التيجانية؟ هل تجوز الصلاة خلف من ينتسب إلى مذهب التيجانية؟ لا، ما تصح الصلاة خلف التيجاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما المقصود بلباس الشهرة المنهي عنه؟ الذي يخالف عادة الناس، يخالف لباس الناس، يخالف عادة الناس. خلك مع عادة الناس ما دامت أنها مباحة وليس فيها شيء محرم، خلك على عادة الناس لجل ما تصير تسوي على نفسك شهرة من بين الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة تكثير تارك الصلاة، نعم، مسألة تكثير تارك الصلاة، هل هي من المسائل العقدية أو الفقهية؟ لأن بعض الناس يقول: قد اختلف فيها العلماء فلا بأس في أن يختلفوا في العقائد. هذا كلام فاسد، ولا خلاف في العقائد، الخلاف ما هو في العقائد، الخلاف في الأمور الفرعية، الأمور الفرعية، أما الاعتقادية لا، ما فيها خلاف. العقيدة كما جاءت في الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدتي رحمها الله ماتت وعليها صيام من رمضان، وكانت لا تستطيع الصوم لمرضها، فهل أقضي عنها؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الصوم تدخله النيابة. نعم، أقضوا عن أمكم. نعم، انتهى، وفقك الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.